أوجد محيط متوازي الأضلاع. لدينا هنا متوازي أضلاع، والأضلاع المتقابلة تكون متوازية. هذا الضلع موازن لذلك الضلع، وهذا الضلع موازن لذلك الضلع، وأيضا في متوازي الأضلاع الأضلاع المتقابلة يكون لها نفس الطول. الآن علينا أن نهتم لأمر المحيط وما يوضح أنه إذا كان لدينا ملعب لديه حجم وشكل متوازي الأضلاع هذا، وأردنا أن نضع سياج حوله يتخذ شكل متوازي الأضلاع هذا، فكم يجب أن يكون طول السياج هذا؟ بكل وضوح سيكون عبارة عن مجموع أطوال الأضلاع، إذا لا يجب علينا أن نقلق بهذا الشأن، فيمكننا تجاهل لكي نجد المطلوب من السؤال. لن نهتم لأمر الارتفاع الحالي، بل سنهتم لأطوال الأضلاع. إذا محيط متوازي الأضلاع هذا سيكون 12 إنش زائد 8 إنش زائد 12 إنش زائد 8 إنش. 12 زائد 8 يساوي 20، 12 زائد 8 يساوي 20، إذن المجموع ككل يساوي 40 إنش، وانتهينا. أعتقد أنه ملعب صغير جدا، هذا 8 إنش فقط، أعتقد أنها رقعة أرض صغيرة، رقعة أرض متوازية الأضلاع. على أي حال انتهينا، والمحيط يساوي 40 إنش.